يعد الطريق الوطني رقم واحد جزءا هاما من الشبكة الوطنية للطرقات، فهذا الشريان الحيوي يعتبر أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالبلاد، إذ يربط الشمال بالجنوب مرورا بعدة ولايات ومن بينها الجلفة، فأشغال الإنجاز متواصلة به خاصة بالمقطع الأول الذي يمر عبر تضاريس صعبة وتحديات طبيعية. الطريق الاجتنابي لمدينة الجلفة والممتد على 18 كيلومتر، الطريق الاجتنابي الغربي، وبالضبط في الحصة الأولى الممتدة على مسافة 8 كيلومتر. هذه الحصة اللي تعبر تضاريس جدو جدو وعرة، منها تطلب مما تطلب منا إنجاز فيادوك على مسافة 640 كيلومتر. كل وسائل الإنجاز هي شركات جزائرية إما عمومية أو خاصة، وخاصة في المقطع هذا. بناء إنجاز وتشييد عدة منشآت فنية تعكف عليها مؤسسات جزائرية وبخبرات وطنية سترافق هذا المشروع. يحتوي هذا المقطع على منشآت فنية كبيرة وأعمال ردم وحفر بكميات كبيرة، كتقنيين ومهندسين بمراقبة الأشغال اليومية والسهر على حسن الإنجاز. نستخدم وسائل حفر ميكانيكية، وثاني وسائل اضطرنا إلى استعمال وسائل حديثة وتقنية ساعدت على رفع وتيرة الأعمال. فالطريق العابر للصحراء يمثل واحدا من المشاريع الحيوية التي لها أهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التنقل وتحقيق رؤية الجزائر بتنمية مستدامة شاملة في جميع أنحاء البلاد.